يعني نقول أنه حتى الإعلاميين ربما كان عنا دور ربما في الوصول إلى هذه اللحظة اللي ربما تتهدد فيها حرية التعبير وأنه نمشي إلى تكميم الأفواه. احنا تقريبا على مدى سنوات الإعلاميين كان عنا دور في ترذيل المشهد الديمقراطي، في ترذيل المشهد السياسي، في ترذيل المشهد الحزبي في البلاد. الأصل فيه حتى احنا عندنا مسؤولية، لأنه وصلنا مش السياسي برك عنده مسؤولية في أنه يستبد وأنه يكمم الأفواه. حتى احنا مجمل الإعلاميين خلينا نقول، ولا أغلب الإعلاميين، كان عندنا دور في شيطنة المسار الديمقراطي. صحيح، هذا أكيد، هذا أكيد، ولا يمكن أن ينكره أي إنسان صادق ما قامت به بعض المؤسسات الإعلامية بعد الثورة، أساسا بعد 23 أكتوبر 2011. لا يمكن أن نخفيه، تآمر على المسار الديمقراطي، ترذيل المشهد السياسي، ترذيل الأحزاب، صناعة سيناريوهات الفتنة والتقسيم للتوانسة. احنا بعد الثورة ولينا نحكيه على جنوب وعلى شمال، ولينا نحكيه على شمال غربي ومناطق ظل، ولينا نحكيه على توانسة من نوع خاص وتوانسة من نوع معناها أدنى، ولينا نحكيه على توانسة نهضويين وتوانسة أعداء النهضة، يعني كأنه المجتمع التونسي باش يتقسم بين النهضة وبين أعداء النهضة. احنا بعد الثورة بفضل بعض المؤسسات الإعلامية اللي تشتغل بالوكالة، إما لصالح رجال أعمال فاسدين وإلا لصالح منظومة القديمة اللي بيسيو طبعا معناها اشتغلت على انها تسترجع المكانه بتاعها، وقد استرجعتها بفضل الاعلام. بعض الرموز المحسوبه على المنظومه الفاسده البائده رجعت عن طريق بعض المؤسسات الاعلاميه، رجعت وقامت بتبييضها واصبحت تجلس وتقارع ناس عندهم باع في مقارعه الاستبداد. هذا الكل قام به جزء كبير من الاعلام وموجود والى اليوم قاعد يعمل به. لكن اليوم كما نقولوا مس الحم الحي كما نقولوا احنا. اليوم وقت اللي صارت 25 جويلية، بعد 25 جويلية الاعلام عمل كما نقولوا احنا هجوم. هذه حكايه حياه او موت بالنسبه لينا، هذه فرصه باش نتموا اللي ما نجمناش نتمموه قبل، هذه فرصه باش نقضيو على ما تبقى من مسار ديمقراطي في تونس، هذه فرصه باش نطويو الصفحه نتاع الربيع العربي. طبعا قلت لك بالوكاله على لوبيات من الداخل وبالوكالة على أطراف إقليمية، يعني الإعلاميين يسعون إلى القضاء على المسار الديمقراطي. شيء مصلحتهم، هي مصلحتهم في الحرية، مصلحتهم في ليس لهم أي مصلحة، هم مرتزقة، هم يا صديقي مرتزقة. هؤلاء الإعلاميين مرتزقة مأجورين. لا تقول لي غل إيديولوجي وحقد إيديولوجي وهذاك، هذا الكل باش نغطيه به على الحقيقة. الإعلاميين اللي انخرطوا بعد الثورة في ضرب المسار الديمقراطي وفي تشويه المسار هذا وفي تشويه الثورة، وأعادونا وأعادوا رسكلة المنظومة القديمة، هم يشتغلون مأجورين بالمال الفاسد اللي ضخ لهم بعد الثورة، سواء كما قلت من لوبيات فاسدة في تونس، منظومة القديمة، ومن الأطراف الإقليمية التي لا تخفي بل بالعكس تجاهر بعدائها للثورة، الثورات العربية، وبعدائها خاصة للتجربة التونسية، وتمعن من خلال الإعلام نتاعها في ضرب وإرباك التجربة التونسية حتى تنطفئ هذه الشمعة اللي قعدت هي الوحيدة اللي تعطي الأمل للثورات بالتحرر. تقول لي أنت كما قال الأستاذ، أنت قلت عفوا وين الهياكل المهنية؟ أنا أقول لك بالفعل وين الهياكل المهنية، وعلاش وكما قلت لك علاش البيان ما كانش صريح في أنت أدنت هالماكينة متاع الفبركة ومتاع الكذب ومتاع التشويه والأخبار الزائفة، واللي معناها قاعدة تسبب لنا في أزمات، وصلت سببت لنا أزمات دبلوماسية مع دول جارة، مع دولة تعتبر رئة متاع تونس، وقاعدة سببت لنا أزمة قبل مع قطر، وسببت لنا أزمة مع تركيا، وسببت لنا أزمة مع أكثر من دولة بالتشويه، بفبركة الأزمات، بالكذب، بالزيف. ويني؟ وينك أنت شفت توا كيما قلت لك وصلنا للحم الحي، يعني وصلنا احنا عندنا جمعة داخلين على أزمة دبلوماسية مع دولة شقيقة، مع دولة نتنفسوا بها.
يتنفس بها الشعب التونسي. انت وين وقت اللي تجي تشخصي الوضع وتقول لا وراو فما وفما وفما؟ ولا بد من الزملاء الصحفيين انهم يلتزموا بأخلاقية المهنة. يا أخي احنا تو ما عادش في مرحلة التزام بأخلاقية المهنة وتنزيل بيانات، احنا في هذه المرحلة تنزيل بيانات أصبح مسألة شكلية ما عندها حتى دور، أصبحت مسألة متاع باش نخرج روحي أنا من موقف محرج توضعت فيه. المفروض اليوم وقت أنت تعمل بيان كما هكا مباشرة تحيل لجنة أخلاقية المهنة في النقابة إلى تفعيل الفصل 54 عندك مرسوم 115 فيه أربع فصول رادعة لمثل هذه الممارسات. احنا معناها اشتغلنا على سيناريوهات هدم، سيناريوهات فتنة، سيناريوهات تقسيم، سيناريوهات تقليب ضد أطراف معينة. انت وقت اللي توصل تخرج إشاعات على شخصية سياسية وتعودها أكثر من مرة لين يستبطنها الرأي العام الوطني، معناها يستبطنها المتلقي التونسي، انت بوقت اللي باش يتعرض هو التعنيف او يتعرض العنف من طرف مواطنين، شكون السبب لهنا؟ انت حرضت ولا لا؟ انت تسببت في العنف بطريقة غير مباشرة. يعني انت لهنا باش تقاوم الظاهرة هذه بيان شجب واستنكار؟ انت قطع معناها على ابواب، قطع علاقات دبلوماسية مع دول بسبب أراجيف وسبب مغالطات وبسبب سيناريوهات يعني سخيفة، أنت باش تقاوموا بيان؟ لا يا أخي، أنت عندك مرسوم، فعل المرسوم، الفصل 54، الفصل 51 ويحيل على الفصل 50، بل أكثر من ذلك حتى بعض الفصول في المرسوم 15 تحيل إلى الفصل 68 من المجلة الجزائية التي فيها حتى خطايا سجنية، يعني مش فقط خطايا زوز ملاين بين زوز ملاين وخمسة ملاين اللي في الفصل 54 من المرسوم 115، لا فما عقوبات سجنية. نعم. لأنه أنت كما قلت لك، أنت كتجي تخرج لي تعمل لي تهبط لي مقال مستنسخ من جريدة إلكترونية إماراتية، تستنسخوا استنساخ كوبي كولي وتهبطوا في الصحيفة متاعك على ثروة راشد الغنوشي، يعني حتى بالاخطاء الموجوده فيه، يعني من العبث، يعني في خطا ناسبين اسم غالط وعلى اساس انه ولده اللي هو سهيل غنوش، اعتقد اللي هو ماهوش ابنه وقريبه ويختلف معه اصلا وموجود في الخارج، نفس الخطا انقلته في 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 مقالك في الجريده هذيك وتقول عنده مليارات كذا كذا مليارات في حسابه. انت تتحمل مسؤوليه ما سيتعرض له رئيس حركة النهضة بالتحرير نتاعك، توانسة مهمشة، فقر، تنمية ما حصلتش تنمية، بطالة، وضع اجتماعي متردي، قفة معناها أثقلت كاهل المواطن التونسي، هل تتحمل أنت كنقابة مسؤولية ما قام به هذا الصحفي من التحريض على الشخص الفلاني؟ إذا وقت تجيني في مرحلة كما هكا ونعاود نقول معناها مست الحم سي توا ما عادش نحكيه على شويه مشاكل شوية. لا لا لا، في نهار 25 جويليا لولا انه رئيس مجلس النواب اتخذ قرار حاسم بمنع انصاره من نزول كانت باش تكون كارثه حقيقيه. نعم. لانه التوانسه بفعل الاعلام تقسموا، الاعلام قسم التوانسه، الاعلام جزء كبير منه في تونس، جزء كبير ويؤلمني ان اقول جزء كبير لانه الباقي استثناءات، اصبحت جزء كبير نقل الصراعات والخلافات السياسيه انقلها الى المجتمع التونسي. اليوم الجار ما عادش يكلم جاره، ايه الجار ما عادش يكلم صديق، قاطع صديقه. اليوم في الفيسبوك اصدقاء يقاطعوا في بعضهم، يبلوكيوا في بعضهم بسبب مواقف سياسيه من اللي صار نهار 25 جويليه، وهذا من قبل، مش من 25 جويليه، 25 جويليه هزت اللي صار طيلة العشر سنوات اللي اشتغل عليه الاعلام، الاعلام قسم المجتمع التونسي وكاد يدخلنا في مجابهه بين التوانسه وتوانسه وبين عنف بين التوانسه وتوانسه. هل اكثر من هذا يا اخي باش تجي تقول لي تهبط لي بيان شديد اللهجه؟ انا معاك بيان شديد اللهجه، بارك الله فيها النقابه عملت بيان شديد اللهجه على غير العاده، ولكن البيان اليوم ما عادش يكفي، احنا ماناش في وقت بيانات، اليوم لابد من ردع المؤسسات هذه اللي تتلاعب بالامن القومي، اللي تتلاعب
المصالح العليا لتونس تتلعب بأمن التوانسة واستقرار البلاد بسلمنا الاجتماعية. احنا في خطر، في سلمنا الاجتماعية اصبح في خطر، هذه لابد من ردع. انت عندك قانون، عندك مرسوم صدقت عليه واخترته انت. نعم. وعملت وصغت انت وما فرضوا عليك حتى حد المرسوم هذاك، صاغوه الهياكل المهنيه ولم يفرضوا اي احد مارس نفس. نعم. الشيء بالنسبه للهيكا اللي كانت قبل 25 جويليه تخزر بعين والعين الاخرى مغمضه، اليوم غمضت عينيها الزوز. نفس الشيء انتم اليوم تتحملوا مسؤوليه، ما تتحملوش مسؤوليه انكم تكونوا سطر مخجل في تاريخ تونس، لانه التاريخ يسجل كل شيء. التاريخ ما يخفي شيء، ستسجل التاريخ انكم صمتوا على انه الاعلام التونسي افسد ثوره، انه الاعلام التونسي اسقط التجربه التونسيه، انه الاعلام التونسي افسد المسار الديمقراطي كما صار في رواندا في 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 94 و95 بسبب الاعلام والمجازر اللي طاح فيها اكثر من مليون رواندي بين التوتسي والهوتو بسبب وسيلة إعلامية اللي هو راديون كبير ومعروف عندهم، وصل أنه معناها تطاحنوا حتى وصلوا مليون قتيل بسبب هذا العلم. ونفس الشيء في رومانيا في 89 بعد اللي شفناه والثورة الرومانية والانقلاب على تشاوشيسكو المستبد الدكتاتور، الإعلام يتدخل على الخط بسبب فبركة المشاهد، فبركة الأخبار، ويسقط الثورة في رومانيا. نفس الشيء فأنتم لا أرجو بالحق أنه الإعلام وانه مؤسساتنا الاعلاميين والشرفاء، وانا عندي ثقه في برشا من زملائي في 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 الهياكل الاعلاميه انهم ما يتورطوش في الصمت هذا، لانه كي تخرج بيان وما تذكرش انه عندك مرسوم تنجم تفعله وعندك قوانين زجريه تنجم تردع بها ما يحدث اليوم من خطر وهدد حقيقي لتونس ولامنها واستقرارها، فانا لا ارجو ذلك. هو على كل حال احنا ما نعموش اكيد ان ثم غرف مظلمه وثم بعض الاعلاميين اللي ساهموا في شيطانه المسار الديمقراطي، لكن احنا خلينا نقولوا ونكونوا متفائلين انه اغلب الصحفيين الناس يبحثون وعندهم اشواق هم ايضا للحريه والعداله والكرامه، ويعملوا ونشوفوا فيهم المتاعب اللي قاعدين يتعرضوا لها لنقل المعلومه، لكن هذا ما ينفيش انه ثم بعض قوى الضغط ربما داخل المؤسسات الاعلاميه اللي قاعده تواجه ربما في الأحداث.